السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نكمل ما بدأناه في الدرس السابق، وهو لعب برونونسياسيون التلفظ عن طريق قراءة المحاورات. وعندما أجد موضوع يخص الصوت مثلا كما أخذنا في الدرس السابق عن حرف الس أو غيره أقوم بشرحه. سوف نبدأ الآن في هذه المحاورة. ديالوج باري كما في الدرس السابق. باري اس لا يلفظ لأنه لم يأتي بعده حرف ألا في الحروف التي تأتي في نهاية الكلمة، لذلك لم يسبق حرف ألا في معظم الكلمات الفرنسية لا تلفظ. غو 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 معناها شارع. غو مفتاح. مفتاح هو اسم الشارع. باري غو مفتاح، في مدينة باريس شارع مفتاح. سيلفي سيلفي اسم اسم لفتاة. سيلفي ملاحظ اس يغيك يلفظ إي. سي سيل في رومان رومان. رنكونتر سيلفي رومان. رنكونتر سيلفي رومان. تلتقي إنامي. انظروا هنا لدينا نوعان من الأدوات التنكير التي هي عندما نعود إلى المحاولة الأولى سترون هنا يوجد ان اكسيدون، هنا ان وهنا ان. ما الفرق بين ان وان؟ الفرق بينها انها ادوات تنكير للمذكر والمؤنث. ان اكسيدون، اكسيدون هو اسم مذكر، فعندما نكتب اسم في اللغه الفرنسيه يجب ان نضع قبله يا اما اداه تنكير او اداه معرفه. هنا ادوات التنكير لدينا ان وإن، وهي المفرد والمؤنث. أمي ومؤنث، وأكسيدو مذكر، لهذا أكسيدو نضع قبله أ وأمي لأنه مؤنث يعني صديقة. أمي إن. فاليري اسم المتحدث. سيلفي سيلفي سيلفي. بونجور فاليري. كومون سابا كومون سابا يعني كيف حالك. سابا إتوا وأنت. سابا أنا بخير. إتوا أنت. تو أبيت كارتيه. تو أبيت يعني أنت تسكني. تو أبيت كارتيه. وي رو مفتاح. وديس نعم في شارع مفتاح. وديس الرقم 10. سي فورميدابل هذا رائع. جابيت انظروا إلى الفرق. تو أبيت أنت تسكنين. جابيت أنا أسكن. نستخدم تو معناها أنت، وهي pronom personnel الضمير الشخصي. وجو الذي هو أنا. جابيت tu habites. جابيت لاس مونجي. au revoir à bientôt. au revoir au revoir كلمة مشهورة. au revoir يعني أراك لاحقا. à bientôt يعني قريبا. bientôt غير معروفة. هذا الأو الذي فوقه ترون accent circonflexe يلفظ on. bientôt نأتي الآن إلى هذا الموضوع. العنوان هو vocabulaire et grammaire. vocabulaire et grammaire. vocabulaire معناها مفردات. vocabulaire et معناها و. ut حرفان معناها e. بلت بالعربية نقول مثل الو. مفردات وقواعد. vocabulaire et grammaire. الموضوع الأول هو les professions. les professions. les professions يعني الوظائف الاختصاصات. هنا مجموعة من المفردات. أول شيء لازم نتعلم الإلي والألي. لما نريد اللغة الفرنسية نقول إنه محامي أو إنه طبيب أو إنه أستاذ إنه معلم، لازم نستخدم قبل ما نذكر الصفة لازم نستخدم أما إليه أو إلي. إلي تستخدم للفتاة للمؤنث، وإلي تستخدم للمذكر. نقول إلي إذا نريد نتكلم عن شخص مذكر رجل نقول إلي، نتكلم عن فتاة نقول إلي. ميدسان يعني طبيب. جورناليست يعني صحفي. سكرتير يعني سكرتير. أرشيتكت يعني مختص بالعمارة أو الأثاث.
بروفيسور مدرس ميكانيسيان يعني ميكانيكي اكريفان يعني كاتب اتيديون اتيديونت اتيديون يعني طالب اتيديونت يعني طالبة الحرف الت في اتيديون الطالب لا تلفظ لكن مع الطالبة تلفظ لأنه جاء حرف إلا بعد حرف الت ميوزيسيان موسيقي ميوزيسيان موسيقية ميوزيسيان موسيقي للمذكر نقوم بمضاعفة الان ونضيف او فتصبح للمؤنث لفظها يصير ميوزيسيان شانتور شانتوز شانتور معناها مغني للمذكر للرجل لكن للمغنية للمؤنث شانتور تتحول إلى شانتوز بدل الأغ تضاف اس او مثلا أريد أقول عن فلان إنه صحفي أقول إيلي جورناليست إذا أتكلم عن فتاة أقول إنها سكرتيرة أقول ألي سكرتير يعني إنها سكرتيرة أقول على رجل مثلا إنه موسيقي أقول إيلي ميوزيسيان إذا أقول عن فتاة معينة إنها موسيقية أقول ألي ميوزيسيان وكذا الحال باقي المفردات هذه طريقة حتى أشرح ما هو عمل هذا الشخص ما هو عمله هذا بالنسبة لهذا الموضوع أتوقع سهل جدا إلي أو ألي مقابل هذه المفردات ميدسان طبيب جورناليست صحفي سكرتير سكرتير أرشيتكت يختص بالعمارة بروفيسور مدرس ميكانيسيان ميكانيكي أكريفان كاتب اتيديون اتيديون طالب طالبة موسيسيان موسيسيان موسيقي موسيقية شانتور شانتوز مطرب مطربة عندنا هنا هذا الموضوع لناسيوناليتي لناسيوناليتي معنى الجنسيات شلون باللغة الفرنسية أقول إن هذا عربي هذا عراقي هذا فرنسي هذا إيطالي هذا ألماني بيي بيي يعني بلدان ماسكولا يعني المذكر فيمينا المؤنث بي البلد اون فرانس مثلا في فرنسا كيف اقول انه هذا فرنسي وهذه فرنسيه اقول فرانسي للرجل اقول فرانسي يعني فرنسي للمؤنث اقول فرانسيز يعني فرنسيه بالنسبه لاسبانيا اقول اسبانيول للولد واسبانيول للفتاه لكن نضيف اي بالاخير اسبانيول اسبانيول مثلا الماني اونالمون اونالمونيا المون للرجل الموند للفتاة اون جابون او جابون في اليابان نقول جابوني للولد جابونيز للفتاة او ماروك للمغرب ماروكان للولد ماروكان للفتاة امريكا امريكان في الولايات المتحدة او ايتازوني ايتازوني معناها الولايات المتحدة ايتا يعني ولايات اوني يعني متحدة ايتازوني حرف الاس والزي او ايتازوني نقوم نفس استخدام الالي والالي لكن نضع احد هذه الصفات الي فرنسي انه فرنسي الي فرنسيز انها فرنسية الي اسبانيول الي اسبانيول الي المون الي المون الي جابوني الي جابونيز وكذا الحال يعني الي الي هذا كثير من الاستخدامات إلي أو ألي أما عندما نقول عن البروفيسيون المهن أو عن الهوية نستخدم الإلي والألي إلي ألومون ألي ألومونت إن شاء الله يكون موضوع سهل لدينا هنا موضوع ثاني وهو المسكولا والفيمينا مسكولا يعني المذكر والفيمينا المؤنث ننظر إلى هذه الجملة نقول Je suis anglais Je suis étudiant Je suis معناها أنا أونجلي يعني إنجليزي Je suis anglais Je suis anglais Je suis étudiant أنا طالب هاي كلها مذكر Je suis يعني أنا Je suis anglais Je suis étudiant Je وهو ضمير شخصي معناه أنا Suis هو فعل كينونة مثل بالإنجليزي من يقول I am ما يصير يقول I وراها الصفة يقول I am فهنا هذا فعل كينونة يقول Je suis أنجلي اتيديون هذا بالنسبة للمذكر للفتاة نقول Je suis étudiante
وضعنا حرف او الا بعد الت فيلفظ je suis anglaise وضعنا حرف او لفظ الاس زاد لانه جاء بين حرفي الا anglaise je suis مثل الاليا والالي لكن بمعنى ثاني je suis معناها انا بينما الاليا معناها هو